السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد عن اكتشافات غريبة ومذهلة اكتشفت بالصدفة من مومياوات وآثار من العالم القديم. وجدت مدفونة في باطن الأرض، وبعضها غريب جدا ويصعب تفسيره. واخترنا لكم 6 اكتشافات مدهشة ومثيرة للتساؤلات، ولكن قبل البدء وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد وغريب. ونبدأ على بركة الله. رقم 1. ضريح تشين شي هوان. ففي عام 1974 اكتشف الأثريون بنايات معمارية تغطي مئات الكيلومترات المربعة وأكثر من 600 مقبرة لأولئك الذين دفنوا أحياء مع الإمبراطور. ويعود هذا الضريح المعماري البالغ من العمر 2200 عام، والذي ضربت شهرته الداخل والخارج كونه يضم 7000 من الخيول والجنود الصلصالية. والضريح يقع في شيان بمقاطعة شانشي شمال غربي الصين، وهو مقبرة أول إمبراطور لأسرة تشين وأول أباطرة الصين أيضا. والضريح يغطي مساحة 213 كيلو متر مربع، وهو مكون من 4 طبقات تشبه مدينة جيدة البناء، ومنها قصر تحت الأرض يعتبر مركز الضريح، وبه مدينة داخلية ومدينة خارجية. وكان الإمبراطور هو من أسس ضريحا في مدينة كاملة في الصين، وأول من بنى قاعة للكفن وقصورا فرعية في الضريح. وكان أول إمبراطور بدأ بناء غرف للذين يدفنون أحياء مع صاحب القبر على نطاق واسع. والاكتشاف الغريب هو أن الضريح ليس به قبر الإمبراطورة، وأسوار المدينة الداخلية والمدينة الخارجية يبلغ طولها معا 12 كيلومتر، ففيها القصر تحت الأرض وهو المدينة المركزية، يقع تحت متراس محفور جنوب المدينة الداخلية، وهذا يرمز إلى القصر الحقيقي للإمبراطور عندما كان على قيد الحياة، ويحتل ثلثي الجزء الجنوبي من المدينة الداخلية. والمدينة الداخلية بها معظم الآثار والأبنية التي يمكن رؤيتها، مثل غرفة الكفن ورايات وأسلحة حرس الشرف والمخازن والمقابر للمحضيات والإمبراطوريات المدفونات في المنطقة بين المدينتين الداخلية والخارجية. ووجد الأثريون 31 غرفة للإسطبلات والطيور والحيوانات النادرة، و48 مقبرة للمحضيات والإمبراطوريات التي دفن أحياء مع الإمبراطور، وثلاثة مواقع لبيوت المسؤولين عن الحدائق والمعابد. وجد بالمنطقة أيضا بعض المنشآت الثانوية، ومنها مكان للدروع الحجرية والأشكال الصلصالية، إضافة إلى تماثيل الجنود والخيول الصلصالية المشهورة. وجد الأثريون 98 غرفة للدروع الصغيرة، والعديد من المقابر للذين دفنوا مع الإمبراطور. وحائط المدينة في الضريح محاط برواق مسقوف من الجانبين، مع وجود أبراج في الأركان الأربعة. رقم 2. مقبرة الزنود، أو The African Burial Ground، أي المقبرة الأفريقية في مانهاتن. وكانت المقبرة الأفريقية قد اكتشفت عندما بدأ عمال في عمليات بناء ناطحة سحاب جديدة مؤلفة من 34 طابقا للحكومة الأمريكية الفيدرالية في مانهاتن. وفوجئ عمال الحفر بعد عمق 5 أمتار بالعثور على الآلاف من الجثث، وجرت إزالة رفات 400 هيكل عظمي من الأرض في اليوم الأول فقط. وبعد حفر ما يقارب مساحة 6 أفدنة تم انتشال أكثر من 15,000 جثة، وجرى الاحتفاظ بها لحين تخصيص موقع جديد لدفنهم. ويعتقد أنهم كانوا من العمال الأمريكيين أو العبيد المستأجرين، وقد أطلق البعض عليها مقبرة الزنوج أو المقبرة الأفريقية. وماتوا جميعهم في مكان واحد منذ القرن 18 في مدينة نيويورك. ويذكر أنه في العصور الاستعمارية كانت نيويورك تحتل المرتبة 2 من حيث عدد العبيد السود بعد شارلستون في ساوث كارولينا. وجرت عملية إعادة الدفن في موقع قريب من الموقع الأصلي الذي ماتوا فيه، وأطلق عليه من يوم هذا أفريكان بيريال جراوند، أي المقبرة الأفريقية في مانهاتن أو مقبرة الزنوج. ويعتقد أنه يضم رفاة ما لا يقل عن 20,000 جثة. رقم 3. تولندمان، أو رجل المستنقعات. تولندمان جثة رجل حفظتها الطبيعة من التحلل لمدة 2300 عام. ففي يوم من أيام عام 1950 في مدينة تولند الدنماركية، وبينما كان هناك شقيقان يقومان باستخراج الفحم من أحد المناجم، وبينما يستخرجان طبقات الفحم من المنطقة التي كان يعملان بها، حتى ظهر لهما من بين طبقات الفحم وجه بشري لرجل ميت. أثار فزع الأخوين وظن أنها جثة رجل تم قتله وإلقاء جثته في المكان، وانطلق على الفور إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة،
وقام بالإبلاغ عن الجريمة. وحينما حضرت الشرطة وتم استخراج الجثة، وبعد التقاط عدة صور لها، هالهم ما رأوا من ملامح الجثة العجيبة الهادئة التي تنم عن هدوء نفسي عجيب لشخص ميت. كانت الجثة مدفونة على عمق 50 مترا من سطح الأرض، متخذة وضع القرفصاء، وجسم الجثة عاريا تماما والرأس مخروطي الشكل وملتف حول عنقها حبل. يحتمل أنه كان السبب في عملية القتل. والجثة هادئة الملامح وذات شعر قصير، وذقنه حليقة إلا من بعض الشعيرات التي قد توجد على الذقن إن لم تحلق لمدة يوم. والجثة سليمة تماما بشكل لم يدع لمكتشفي الجثة أنه لم يمضي على موتها وقت قصير، ولكن بتحليل بعض شعيرات الجثة تبينت المفاجأة أن الجثة عمرها أكثر من 2000 عام، وأن عام الوفاة كان قبل الميلاد بحوالي 350 عاما. وعملت أحماض التربة وقلة الأكسجين والفحم على تحنيط الجثة بشكل طبيعي. والعجيب أنه بعد فحص الجثة بأشعة إكس تبين أن أعضاءها الداخلية سليمة تماما، إذ أن الدماغ كان كاملا وكذلك القلب والرئتين بل والمعدة كذلك. وتبين من تحليل محتويات المعدة أن آخر وجبة تناولها هذا الرجل كانت عبارة عن نوع يتكون من الحساء والبذور، وقد تناولها قبل الوفاة بحوالي 24 ساعة، مما يدل على أنه لم يتناول شيئا في اليوم الذي قتل فيه. وطول الجثة 161 سنتيمتر، وتبين من ملامح الوجه وتشخيص السن أنها لرجل في العقد الرابع، حيث تبين أن فكي الجثة بهما ضرس العقل، مما يدل على أنه تجاوز 20 من عمره. ولكن ملامح الجثة كانت كافية لتشخيص السن تقريبا. تم إيداع الجثة بمتحف في الدنمارك. وإلى هنا وانتهى دور العلم في التعامل مع الجثة، ونأتي الآن لدور التحليل والتخمينات. فانطلق الزعم أول الأمر بأن الجثة للص تم عقابه بصورة شخصية بعيدا عن السلطات المسؤولة في ذلك الوقت، فتم شنقه وإلقاء جثته في المنجم ربما. ولكن الملامح التي يبدو عليها الهدوء والرضا تنفي هذا الزعم. وهناك من زعم بأن هذا الرجل تم قتله أو التضحية به في احتفالات دينية لعقيدة فاسدة يقدمون فيها القرابين البشرية، والدليل على هذا خلو جسمه من أي أثر لجروح أو اعتداء أو ضرب من أي نوع في جسده، مقارنة ذلك بالرضا البادي على ملامحه. فربما يؤكد أن هذا الإعدام تم برضا من المقتول. وهناك زعم ثالث يرى أن هذا الرجل رجل نبيل تعرض للاعتداء من قبل بعض اللصوص، وأن من قتله سرق كل ما معه حتى ملابسه لم يترك منها شيئا. وأيا كان السبب الذي من أجله قتل هذا الرجل وتم إلقاؤه بعدها في منجم الفحم، فسيظل لغزا. رقم 4. سراديب الموتى الرهبان في باليرمو إيطاليا. في عام 1534 شيد الرهبان الكبوشيون ديرا خاصا بهم على مساحة كبيرة أمام أبواب المدينة غربي باليرمو، ويضم سرداب الموتى حوالي 8000 جثة، منهم 2500 موميا ما زال معظمها يرتدي ملابس تتنوع ما بين بدلة سوداء وفساتين ذات كرانيشة وأردية كهانوتية وأزياء موحدة أصبحت بالية على مر السنين. وتجف جثث الموتى أكثر مما تتحلل في ظروف طقس خاصة تتمثل في تيار هواء مستمر وجدران مشيدة من الحجر المسامي والتي تمتص الرطوبة. وقد اكتشف الرهبان الكبوشيون هذا التأثير عام 1599، وهو العام الذي تعود إليه أقدم موميا، ألا وهي موميا الراهب سيلفستر داجوبيو. ومنذ ذلك الحين بدأ الرهبان تعليق الموتى على الحائط ليوجهوا للأحياء تحذيرا، مفاده ما نحن فيه الآن ستصبحون عليه عما قريب، وما أنتم فيه الآن كنا نحن عليه فيما مضى. وشهدت طريقة التحنيط هذه إقبالا كبيرا لدرجة دفعت الرهبان إلى توسيع نظام السراديب وترك الجثث في بادئ الأمر معلقة فيما يعرف باسم غرفة التجفيف لمدة 8 إلى 10 أشهر تقريبا، إلى أن يتم تخصيص مكان ثابت لها، ويتم تنسيق الموتى بشكل خاص حيث يتم ترتيبهم تبعا للجنس رجال ونساء، والوظيفة قسيس أو معلم. وهذا يعني أن طريقة التحنيط هذه لا تجعل الجميع سواسية في الموت، وإنما تحافظ على المقام الدنيوي. ويذكر أنه توقف دفن الموتى في سراديب الموتى في العشرينيات من القرن الماضي، وأصبحت هذه الساحة الآن متحفا يديره رهبان في المنطقة. ومع ذلك يمنع السياح من التقاط صور للمنطقة، حيث يتجولون حول المقابر تحت الأرض فقط، ويحظر حراس المتاحف التقاط صور أو إطلاق النار.
حيث يمكن أن يؤثر سلباً على جثث الموتى. رقم 5. معظم الناس يعرفون ما هي الجمجمة البشرية، وتم العثور سابقاً على جماجم كثيرة ومختلفة للإنسان القديم في أفريقيا وجماجم إنسان النياندرتالي في أوروبا وآسيا، ولكن هذه الجمجمة لكائن غريب ووجدت في جبال شمال أسبانيا، ويرجع تاريخها إلى 450 ألف عام، أي أنها قريبة من عصور إنسان النياندرتال، وربما هي من جماجم إنسان النياندرتال الأقدم، فهي تشبهه في دوران الجمجمة من الخلف، ولكن تختلف في عدد الثقوب الكثيرة التي يعتقد العلماء أنها ربما كانت للعيون، وكذلك عدد الأسنان الكثيرة والمدببة بشكل مختلف وطويلة إلى حد ما. وما زالت هذه الجمجمة تحت البحث أمام العلماء الذين استبعدوا أن تكون لحيوان، ولكنهم يرجحون أن تكون لبشري قديم منقرض. وننتظر آراءكم في التعليقات، وكل من لديه معلومات عن هذه الجمجمة الغريبة. رقم 6. مومياء صينية عمرها 20 قرنا، وهي أغرب مومياء في العالم، فرغم أنها ماتت قبل 2000 سنة إلا أن جلدها لا يزال يحتفظ ببعض من طروته، ويبدو شكلها كما هو، فلم يتغير شعرها ولا رموش عينيها وحواجبها، كما حافظت على ذراعين وساقين لم ينثنوا. وتعتبر مومياء ليدي داي المكتشفة في الصين أعجوبة في البقاء طوال هذا الزمن الطويل، بل إنها أفضل مومياء حافظت على شكلها وتفاصيلها لحد كبير لأكثر من 20 قرنا من عمر الزمان. ومومياء داي ترجع للسيدة تشينزوي، وعثر عمال الحفر عليها بالقرب من مدينة تشانغشا الصينية، ويعود تاريخها لعهد أسرة هان، وكانت المقبرة تحتوي على أكثر من 1000 من التحف المحفوظة جيداً، وكانت المفاجأة هي تلك الجثة التي تحتفظ بحالتها بطريقة مبهرة، وفوجئ العلماء أن جثة الملكة أو الأميرة شينشيوي تحتفظ بأغلب أعضائها الداخلية بطريقة بارعة، وقد تمت إعادة تجسيد شكلها لتظهر في شكل سيدة باهرة تتمتع بالسطوة وقوة الشخصية وهي ترتدي ملابسها التقليدية. وبحسب الأبحاث فإنها ماتت بسبب نوبة قلبية، وذلك في سن 50 تقريبا. وتمكن علماء الآثار من معرفة طريقة ونمط حياتها في الطبقة الأرستقراطية خلال حقبة هان في الصين، وكان أسلوب حياتها المترفة وبدانتها سببين لوفاتها. وبفعل الغموض حول هذه المومياء، فقد ظلت مصدر إلهام للفنانين والأدباء طوال العقود السابقة، وبهذه المناسبة يعاد استحضارها الآن في الصين في عمل أوبرالي موسيقي. ويعتقد الباحثون من خلال تحليل جثة السيدة داي أنها حافظت على تماسكها بشكل جيد طوال هذه القرون الطويلة، بل مضوا إلى اكتشافات مذهلة بخصوصها من خلال البحث، ومنها أن آخر ما تناولته قبل وفاتها كان البطيخ، وداخل قبرها عثر على خزانة ملابسها التي تظهر كم كانت منعمة، واحتوت الخزانة على 100 قطعة من الملابس الحريرية غالية الثمن، كما تم العثور على 160 شخصية منحوتة تمثل خدامها، ودفنت معها كذلك أكثر من 1000 قطعة أثرية من مكياج ومستحضرات التجميل الخاصة بها ومعدات التواليت والنظافة الجسدية. أما الجسد نفسه فقد تم لفه بواسطة 20 طبقة من الحرير بعد أن أغلق بإحكام في 4 أكفان مغطاة بالفحم والصلصال، بحيث يمنع دخول البكتيريا للجثة أو تسرب الماء، مما حافظ على المومياء طوال هذا الوقت. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.